أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في نشرة الثقافة الطبية والتي نستعرض فيها آخر المستجدات حول فيروس كورونا وأحدث تقارير لجنة كومباس الصادرة بخصوص تطورات فيروس كورونا المستجد، فكونوا معنا بعد الفاصل. في أحدث تقرير أصدرته لجنة كومباس بخصوص آخر تداعيات تفشي فيروس كورونا وسباق إنتاج اللقاحات المضادة له على الصعيد العالمي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس على مستوى العالم قد تجاوز 142 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين حالة وفاة. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وأشار مركز التواصل الحكومي أنه سيتم مراجعة القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد. وفي السياق نفسه كشف مسؤولون في وزارة الصحة عن موعد بدء تلقي الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى منه قبل فترة ولم يصابوا بفيروس كورونا، مبينين أن الفرق الطبية في مراكز التطعيم المتفرقة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع الأول من مايو المقبل بمنح الجرعة الثانية من هذا اللقاح، وذلك بعد حلول موعدها بحسب التوصيات الصحية العالمية وفق الوضع الراهن. وأكد المسؤولون أن اللقاح يكون أكثر فعالية إذا كان هناك فاصل زمني لا يقل عن 12 أسبوعاً بين تلقي الجرعتين الأولى والثانية، لافتين إلى أن اللقاح أظهر معدل فعالية بنسبة 81% إذا كان الفاصل الزمني لا يقل عن 12 أسبوعاً بين الجرعتين، مقارنة ب 25% لفعاليته لفاصل 6 أسابيع بينهما. في إعلان متفائل أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن أدوات القضاء على الجائحة في غضون أشهر باتت متوفرة. وقال تيدروس غيبريسوس: لدينا الأدوات لكي نضع هذه الجائحة تحت السيطرة في غضون أشهر إذا ما استخدمناها بشكل جدي وعادل. وفي السياق نفسه أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ألا يكون إثبات التطعيم شرطاً للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلاً متنامياً. وأشار الخبراء المستقلون إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم. وقالت اللجنة: على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل. جرعة ثالثة من فايزر، هل يصبح لقاح كورونا سنوياً؟ فبعد أن توصل العلماء إلى لقاحات فعالة، أشارت بعض التصريحات مؤخراً إلى وجود تغييرات في خطط التطعيم، فقد أعلنت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية عن جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهراً من الجرعة الثانية. وقال المدير التنفيذي للشركة ألبرت بورلا: إن الناس سيحتاجون جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهراً من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر، كما أشار إلى احتمال أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد فيروس كورونا سنوياً حسب ما نقلت شبكة CNBC الأمريكية. وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، قالت شركتا فايزر وبايونتك إن لقاحهما المكون من جرعتين يمنح وقاية ضد فيروس كورونا تصل لأكثر من 91% بعد الحصول على الجرعة الأولى و 95% بعد الجرعة الثانية. كما أعلنت شركة فايزر أن التجربة السريرية الجارية للمرحلة الثالثة من لقاح فايزر أكدت نجاعتها مدة 6 أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية، وشددت على أن فعالية منتجها لا تزال تمثل 91% ضد المرض مع أي أعراض، مؤكدة أنه فعال أيضاً ضد السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا والتي يخشى الباحثون أنها تطورت لتتجنب حماية اللقاحات. بدأت شركة كانسينو بايولوجيكس الصينية التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق، حسبما ذكر المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي يوكسفين يو. وقال يو إن اللقاح المستنشق يمكن أن يكون أكثر فعالية من اللقاح المحقون، بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل الجسم الإنسان عبر الممرات الهوائية،
وأضاف إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل الفيروس أعمق داخل جسم الإنسان فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربته، لذلك أضيفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي. كما أوضح أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية في الممرات الهوائية. وتقوم شركة كانسينو بايوجيكس بتطوير لقاح الاستنشاق بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام نشرة الثقافة الطبية. في أمان الله.